أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: التوثيق الثاني من التوثيقات الخاصة شهادة أحد الأعلام بالوثاقة. التفت إخواني، العلماء، الأعلام يعني شنو الأعلام؟ يعني العلماء، علماؤنا الأعلام، يعني شنو؟ وجهاء وأجلاء هذه الطائفة. العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: العلماء المتقدمين، والعلماء المتأخرين، ومتأخر المتأخرين. المتقدمين يبدأون من عصر الغيبة الصغرى والكبرى إلى زمن من؟ زمن المحقق الحلي. هذول نسميهم علماء متقدمين قريبين على عصر النص. مثل من؟ مثل أبو الصلاح الحلبي، سلار الديلمي، ابن الجنيد الأسكافي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، النجاشي، وهكذا أبو عمرو الكشي، العياشي، وما شاكل ذلك. واضح الفترة؟ من زمن الغيبة الصغرى إلى زمن المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، ما يقارب سنة يمكن 726 توفي. المهم، من زمن المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع إلى زمن الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبع العاملي المتوفى سنة 950 هجرية، هذول العلماء شو نسميهم؟ متأخرين. حتى المحقق الحلي داخل مع المتأخرين. من زمن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه إلى زماننا علماءنا يسمونهم متأخر المتأخرين. واضح؟ فكتبون تارة يشهد يخبر الشهادة إخبار أحد علمائنا المتقدمين بوثاقة راوي معين. متقدمين علمائنا المتقدمين في بعض الأحيان يشهدون، يقولون فلان ثقة، ويقولون فلان ثقة. واضح؟ فنأخذ بشهادته. فمن يقول شهادة أحد الأعلام، الأعلام منه؟ المتقدمين. واضح؟ القريبين على عصر الناس، اللي أبرزهم منه الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، والنجاشي، والكشي. خل نجي من النجاشي وبعد منو؟ والشيخ الطوسي. النجاشي عندما رأى تعيير أبناء العامة بمن؟ بأبناء المذهب الشريف بأنه لا مصنف عندكم ولا كتاب عندكم، ألف كتاب شو نسمى؟ فهرست علماء الشيعة. لا، النجاشي. هسه فد لحظة. فمن ألف هذا الكتاب؟
حتى يبين شنو احنا عندنا مصنفات. فكل من كان له مصنف او كتاب من علمائنا ومن اصحاب المعصومين ذكر بهذا الكتاب، وذكر شنو انه هذا الشخص ثقة او ضعيف، فقام وثق بهذا الكتاب، واضح؟ ويذكر الطريقة الى صاحب هذا الكتاب، يعني سند. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه محمد بن حسن ايضا الف كتاب سماه فهرست علماء الشيعة. ليش الف الفهرست؟ دفعا لتعيير ابناء العامة بان المذهب الشيعي لا مصنف لهم ولا كتاب، ملكم كتب ملكم مصنفات. فقام يذكر شنو؟ يذكر ها علماءنا كل من ألف كتاب، ويذكر هو ضعيف أو هو ثقة، واضح؟ واضح الكلام؟ فوين نلقى التوثيقات والتضعيفات؟ في الفهرست، فهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي، يبيعونهم بالسوق موجودات، واضح؟ جيد جيد. إذن بعد أبو عمرو الكشي اللي كتاب رجال الكشي سموه رجال الكشي، هذا أيضا وثق وضعفه في كتابه، لكن شنو؟ يوثق بالروايات. كل من وردت في حقه رواية فيها توثيق لراوي معين أو تضعيف لراوي معين يذكره بهذا الكتاب، فما يوثق من كيفه، وإنما شنو؟ واضح؟ ينقل رواية المعصوم اللي بيها التوثيق والتضعيف. كلام واضح لو واضح؟ جيد زين. هسه احنا وين نجي اذا اردنا نعرف هذا فلان ثقة او ضعيف؟ وين نروح؟ الى فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي والى كتاب الكشي. علماءنا المتقدمين لمن يوثقون ويضعفون شخص واجب ناخذ بكلامهم. زين، ما هو الدليل على وجوب ذلك؟ هذا المبحث اللي يذكر الشيخ. عرفنا التوثيق الثاني شنو؟ الشيخ الطوسي جاي يوثق، الشيخ النجاشي جاي يوثق، فاحنا لا بد ناخذ توثيقاتهم. ما هو الدليل على وجوب الأخذ بمن؟ بتوثيقات علمائنا المتقدمين. هذا السؤال. الجواب شنو الدليل؟ الدليل هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل المعصوم. شوي خلي أسولف لكم على السيرة. سمعوني، الفعل تارة يكون شخصي وتارة الفعل يكون نوعي، يعني عام فعل مجتمع كامل، فعل نوعي عام. هذا الفعل النوعي نسميه سيرة، مو شخصي، مو شخص تصرف تصرفا شخصيا. هذا افتهمناه لو ما افتهمناه؟ جيد زين. يقولون في زمن المعصوم كان العقلاء بعد من هو؟ شيخ العشيرة، وجيه المنطقة، أرباب العوائل، مدير المدرسة، أبو المال، كذا. كان شنو؟ عندما يأتي لهم ثقة بخبر فيأخذون بخبره. هذا مسلك عقلاء، يعني عقلاء القوم، عقلاء المجتمع. هذا الفعل كان في زمن المعصوم معاصر لزمن. ثانيا، على مرأة ومسمع من المعصوم. المعصوم ما نهى عنه، لم ينهى، ما رجع. عدم رجع المعصوم يدل على رضاه. المعصوم آمر بالمعروف
ناهي عن المنكر. لو كان هذا الفعل يتقاطع مع الشريعة الإسلامية كان لها عنه، لأن المعصوم غرضه هو شنو؟ بيان الشرع للناس. إذا هذا الفعل يتقاطع مع الشريعة الإسلامية يتعارض كان لها عنه، وبما أنه لم ينهي عن هذا الفعل فهو راض بهذا الفعل، يعني هذا الفعل مرضي من قبل الشارع المقدس. واضح؟ إذن شنو معنى الإمضاء؟ سكوت المعصوم. سؤال: السيرة العقلائية متى تكون حجة؟ يعني يجب الأخذ بها متى؟ إذا أمضى ملاك حجية السيرة العقلائية هو إمضاء المعصوم. إذا أخبار الثقات واجب الأخذ بهن لو مو واجب؟ واجب. واضح الكلام؟ والشيخ الطوسي ثقة لو مو ثقة؟ والشيخ النجاشي ها عالم من علمائنا ثقة، والكشي ثقة. فيجب ها الأخذ بكلامه، هذا دليلنا عليه. خبر الثقة مو مثل خبر العادل، إذا كان خبر عادل نشترط به التعدد. خبر الثقة يكفي فيه الواحد، واحد ثقة كلش كافي. بعد مو شرط يشهدوا له هذا ما يكون ثقة إلا إذا شهد له منه النجاشي والطوسي، لا واحد من عزب كافي. واضح؟ شهادة العدل، إذا إنسان عادل يجي يشهد لابد يكون حي. شهادة الثقة حتى وإن كان ميت من آخرين مكتوب كاتب أو كتاب. واضح؟ ملاحظة أخيرة: من هم أساتذة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي؟ الأستاذ الأول للشيخ الطوسي هو منه الشيخ محمد، الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد، هذا أول أستاذ حضر عنده بحث خارج وكان عمره 26 سنة، وشرح كتاب أستاذه الشيخ الطوسي، شرح كتاب الشيخ المفيد اللي هو شو اسمه المقنعة بالفقه، كتاب المقنعة بالفقه شرحه بكتاب التهذيب. التهذيب اللي كتبه الشيخ الطوسي هو 10 أجزاء ينقل بما يقارب 5600 رواية، كتبه عمره شقد 26 سنة، إلى اليوم بقي خالدا هذا الكتاب. أي الأستاذ الثاني بعد ما موت الشيخ المفيد من الصدى المرجعية السيد المرتضى، سيد المرتضى. واضح؟ السيد المرتضى تصدى المرجعية وكان عمر الشيخ الطوسي 54 سنة وما ترك الدرس، وكان يحضر عند أستاذه السيد المرتضى في ذلك الزمن. الأستاذ الثالث هو عبيد الله، هو ابن عبدون. الأستاذ الثالث هو ابن عبدون، أحمد ابن عبدون ابن الحاشر سمونه، هذا الأستاذ الثالث. والأستاذ الرابع هو الحسين ابن أبي جيد القمي، هذول مهم حفظ أسمائهم. هذول الأربع أساتذة من حضر عندهم الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. الشيخ النجاشي يمتاز بأنه نسابه، يقول أنا أعرف بيوت الكوفة بيتا بيتا وأعرف أفراد ذلك البيت وأنساب العرب. والشيخ الطوسي كان مرجع المتصدي المرجعية، فمرات يحصل تعارض ما بين الكلامين، نأخذ كلام من بالرجال بالتوثيقات بالنجاشي، النجاشي صاحب اختصاص. بعد منه من أساتذة الشيخ الطوسي
ابن الغضائري احمد احمد بن عبيد الله ابن الغضائري ابن الغضائري عنده كتاب الضعفاء يقولون عندهم عبارة علمائي السليم من سلم من تضعيفات ابن الغضائري ما يخلي راوي ما يضعف أبد السليم من سلم من تضعيفات ابن الغضائري زين فعرفت الكتب الرجالية اللي نرجع لها من علمائنا إذا وثقوا شخص فمو ما سمه شيخ المفيد السيد المرتضى أيضا من علمائنا المتقدمين إذا وثقوا شخص أو ضعفوا أخذنا بالتوثيق والتضعيف بالتعديل أو الجرع وعلمائنا المتأخرين هم عزهم كتب رجالية ووثقون وضعفون يقول يجي البحث عنهم بالجزء الثاني إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بس يبقى سؤال شلون يضعفون على أساس شنو يقول جتهم تضعيفات المتقدمين توثيقاتهم اللي كانوا عايشين زمن المعصومين وصلتهم الكتب والحمد لله رب العالمين.